بسم الله الرحمن الرحيم، أنا محدثكم الدكتور محمد أحمد غزال. سنتحدث اليوم عن موضوع مهم في الكتابة الرقمية التسويقية، وهو الموضوع الأخير. هذا الموضوع تطرقنا إليه بعدما تحدثنا عن موضوع طريقة كتابة المحتوى التسويقي المبني على الفئات المستهدفة، ومن ثم انتقلنا إلى الحديث عن موضوع المحتوى وأنواع المحتوى الرقمي، منه المحتوى القصير والمحتوى الطويل. ولكن اليوم سنركز على إرشادات وتوجيهات وتعليمات لكيفية كتابة المحتوى الرقمي المؤثر والفعال والمقنع. سنتطرق إلى مجموعة من الأمثلة، وسنرى بأعيننا كيف لنا أن نكتب هذا المحتوى، ومن ثم سنتطرق إلى الواجبات المطلوبة حتى نتعزز أو حتى نعزز ثقافتنا أو مهارتنا في كتابة المحتوى الرقمي. أولاً، الإرشادات. هناك إرشادات عامة ممكن أن نكون نعلمها ومنها لا نعلمه، سنمر عليه مرورا سريعا، ومن ثم سنركز على بعض الإرشادات ونعطي فيها أمثلة. أول إرشاد، لابد من إبراز المعلومات التي يستهدفها المتصفحين. اليوم أنا بتكلم مع فئات مستهدفة، هذه الفئة المستهدفة بتنتظر مني معلومة معينة، أو بتنتظر مني إني أنا أوضح لها إيش أهمية هذا المحتوى أو هذا المنتج، ما هي الأدد فاليو، ما هي القيمة المضافة لهذا المنتج على هذه الفئة. يجب أن أكتب بالقيم التي ينتظرها هذا الجمهور. هذا أول نصيحة. النصيحة الثانية، يجب أن نظهر المعلومات بالشكل المناسب للجمهور. هذا الجمهور تبعي بيحب يشوف الأمور ضمن لعبة معينة، لا، بأصمم المحتوى بلعبة. إذا الجمهور بيحب يشوف المحتوى ضمن أنيميشن أو ضمن جرافيكس أو ضمن إنفوغرافيك، يجب أن أقدم له المضمون بناء على الشكل الذي يحبه. النقطة الثالثة، يجب أن نظهر إجابات سريعة عن أهم ما يحتاجه المتصفحين. اليوم المتصفح بيحتاج حل مشكلة معينة، المحتوى تبعي يجب أن يجيب عن هذه المشكلة أو يجيب عن التساؤل اللي بيطرحه هذا المستخدم أو هذا الجمهور. يجب أن النقطة الرابعة، يجب أن تتوفر الوسائل الكافية لغرض التعمق حول موضوع معين. اليوم أنا بضع الموضوع بمستويات، مستوى عام ومستوى خاص. إذا كان أراد أن يبحر المتصفح بتفاصيل أكثر، يمكن أن نقدم له مقال، أو يمكن أن نقدم له دوكيومنتري فيلم، أو يمكن أن نقدم له روابط أو محتويات مختلفة أو متنوعة. هذا كله يجب أن يكون متاح. كذلك يجب أن تكون المحتويات واضحة أيضا متابعة للإرشادات، يجب أن نستخدم جمل قصيرة وفقرات معدودة ومتباعدة. أنا بتكلم جمل قصيرة، ما أخلي القارئ أو المتصفح يتوه في موضوع جملة كبيرة ويجلس يفكر ما الذي يعنيه هذا الكاتب. يجب أن تكون قصيرة ومباشرة. في هنا نقطة مهمة، المتصفح لا يقرأ سطر بسطر، المتصفح يقرأ إسكان، يمر هيك سريع ويقرأ إسكان. إذا أعجب بالسطر الأول أو بالعنوان الأول، يمكن له أن يقرأ، وحتى عندما يقرأ يقرأ فقرات أول الفقرات، ويجب أن تكون هذه أول الفقرات جمل قصيرة ومعبرة. وأول المقالات يجب أن يكون يحمل القيم التي يحتاجها أو يريدها هذا القارئ. لذلك النقطة الثالثة أيضا في الإرشادات، يجب الاهتمام بالعناوين. بناء على ما تقدم، يجب أن نهتم بالعناوين أكثر من اهتمامنا بالمضامين، وكذلك تضمين العناوين أو تضمين المحتوى بروابط، وأن نضع فقرات قصيرة، وأن نرقم المحتويات، نحاول أن نرقم حتى إيش نبسط عملية الإيش التصفح السريع لهذا الموقع. نقطة أربعة، الكتابة يجب أن تكون للقراء والمتصفحين وليس لك أنت أيها الكاتب. لا تكتب بعبارات أنت تفهمها وهم لا يفهموها، لا تكتب بعبارات هم أي القراء لا يعوها. إذا أنت كنت كاتب فصيح أو تتكلم باللغة الفصحى وجمهورك لا يتكلم أو لا يفهم اللغة الفصحى، لا تكتب باللغة الفصحى. إذا كنت أنت إنسان باحث أو إنسان لك باع كبير جدا في المصطلحات العلمية أو المصطلحات التي تستخدمها، وجمهورك لا علاقة له بهذه المصطلحات، فيجب أن تكتب بما يفهم هذه القراء أو بما يفهموه القراء، ولا بما تفهمه أنت. النقطة الخامسة، يجب تلبية ما يحتاجه القراء من مضمون ومحتوى. يجب أن يكون بما
يتطلب هذا القارئ وبما يحتاجه وبما يهتم في هذا القارئ. نقطة ستة، التواصل والتعبير من خلال الوسائل المختلفة، يجب أن نكتب ونتواصل ونتناقش ونتحاور باستخدام المحتوى نفسه، باستخدام الردود على الاستفسارات، على التعليقات. يجب أن نضمن محتوانا موضوعات متنوعة أو أشكال متنوعة حتى نوصل الرسالة. من الأشكال المتنوعة ممكن أن نضمن لمحتوانا نص بجوار فيديو، بجوار رسوم بيانية أو انفوجرافيك. هذه المحتويات يجب أن تستخدم بشكل مختلف وبوسائل مختلفة حتى نستطيع توصيل الرسالة كما يحب الجمهور وكما يحب القراء. طيب، لدينا في هذه الشريحة مجموعة مهمة من الإرشادات، وإذا تتبعنا هذه الإرشادات فسنكون أمام محتوى رقمي مؤثر ومقنع. أول نقطة، يجب أن نركز على المكاسب النهائية. القارئ عندما يأتي ويقرأ محتوانا ينتظر منا ما المكسب الذي سيكسبه، ما النتاج أو الناتج الذي سيترتب على هذا المحتوى. إذا كنا بنكتب على محتوى لمنتج، المكاسب المرجوة من هذا المنتج أن المنتج سيساعدك في تربية أطفالك. المكاسب المرجوة من التطبيق، إذا كنا بنروج لتطبيق، المكاسب المرجوة من هذا التطبيق أن التطبيق سيساعدك في إدارة أوقاتك وإدارة أعمالك. يجب أن نركز على المكاسب المرجوة، هذه واحد. الأمر الآخر، المشكلة التي يعاني منها القارئ يجب أن تبرز بشكل واضح وصريح حتى نعزز للقارئ أن لديك مشكلة وأننا قادمون بهذا المنتج أو بهذا التطبيق لغرض علاج المشكلة التي تعاني منها. أصبح لديك مكسب ولديك حلولا لمشاكل أنت تعيشها. أيها القارئ، بلغة الضمير أنت، سأخاطبك بلغة الضمير أنت أيها القارئ، ستكسب 1 2 3. أنت أيها القارئ تعاني من مشاكل 1 2 3، فنحن قادمون بمنتجنا لنعالج لك المشاكل ونقدم لك المكاسب لك أنت وليس لغيرك. طيب، نأخذ مثال. في المثال المعروض سنتعرف على كيفية مخاطبة هذا الجمهور وهذا القارئ. أولا، بدأنا الكتابة بمجموعة من الاستفسارات لنركز فيها على المشاكل التي يعاني منها القارئ، وخاطبنا القارئ بلغة أو بضمير أنت. هل أنت راض عن أداء طفلك في تحصيله الدراسي؟ إذا كان فعلا راضي فهو غير مستهدف. لماذا؟ لأننا عندما أحضرنا هذا المحتوى أحضرناه حتى نروج لتطبيق، هذا التطبيق يستخدم في الرعاية الأبوية لضمان متابعة الأب أطفاله وضمان عدم إفراطهم في استخدام الأجهزة الذكية. هذا المنتج أنا أمتلكه الآن، إذا أنا بدي أجي أروج لهذا المنتج يجب أن أذكر الناس بالمشاكل اللي بيعيشوها. إذا كانوا هم فعلا أصحاب مشاكل وهم يعانوا من هذه المشاكل التي سأذكرها في الأسئلة هذه، فسيبقوا وينتظروا القادم وسيستمروا في القراءة. أول سؤال سألته. السؤال الثاني، أذكر أيضا في المشكلة الأخرى، هل يعاني طفلك من الإفراط في استخدامه للأجهزة الذكية؟ إذا كان فعلا يعاني سيستمر في القراءة. سأسأله السؤال الثالث، أيضا أذكر بالمشاكل التي يعاني منها طفله. وأيضا السؤال هو عبارة عن تحفيز، أسلوب تحفيزي حتى يتحفز القارئ ويستمع ويقرأ أكثر فأكثر حتى يصل للمكسب اللي أنا بدي أقدمه من خلال تطبيقي. هل يعاني طفلك من تأخره في النطق؟ إذا كان فعلا عانى طفله من تأخره في النطق بسبب الاستخدام المفرط فسيستمر في القراءة. هل يعاني طفلك من الانعزال الاجتماعي؟ إذا كان فعلا يعاني، أصبح اليوم أنا حفزت القارئ بمجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة ركزنا فيها على المشاكل العامة اللي فعلا عانى فيها الأب من أبنائه فسيستمر في القراءة. هنا أتكلم معه في أسلوب آخر، نقلت أسلوب من أسلوب لأسلوب، أقول له يجب أن تعلم أيها الأب أن البناء التربوي والنفسي للأطفال يجب أن يمر عبر تمكين الطفل من إدارة تصرفاته وأوقاته. أنا بدي معلومة عامة، بدي معلومة ما يجب أن يكون عليه الطفل حتى يكون طفل سوي، يجب أن يكون بالواقع الحقيقي. هذا الكلام يجب أن يكون معلوم لدى الأب. هنا يجب أن
يتم إدارة الطفل لتصرفاته وأوقاته لينعكس على بنائه التربوي والتعليمي ولتقوية صحته النفسية واندماجه الاجتماعي. هذا ما يجب أن يكون. هنا سأنتقل بما يجب أن يكون على المشاكل. هعود مرة ثانية على المشاكل التي يعاني منها مين؟ يعاني منها الأب من خلال سلوك أطفاله على الأجهزة الذكية. أقول له لذا لا حجة لديك مين؟ للأب. لا حجة لديك أيها الأب أو الأم في ترك طفلك فريسة لاستخدامه المفرط على الأجهزة الذكية، لأن ذلك سأذكره أنه المشكلة اللي عانى منها طفله إيش ترتيبها أو إيش انعكاسها سواء على مستوى العلمي على صحته النفسية على الاجتماعية. إيش بقول له؟ لذلك لا حجة لديك في ترك طفلك فريسة لاستخدامه المفرط على الأجهزة الذكية، لأن ذلك سينعكس سلبا على تحصيله العلمي وانعزاله عن مجتمعه وصولا به إلى الانعزال. ولا مبرر لديك في الاستمرار لمعاناتك ومعاناة أطفالك. الآن أنا هنا ذكرت بالمشاكل اللي فعلا إنه ما فيش حجة إنك تترك المشاكل، لا أنا بواجهه بمشاكله حتى يصحى حتى أذكره. هذا كلها التوعية بالمشاكل اللي بيعاني منها الطفل وبتعاني منها الأسرة. طب هل أسكر الموضوع؟ لا، لابد أن أقدم له المكسب، أقدم له قيمتي اللي أنا فعلا قدمت فيها تطبيقي من أجله. إيش قلت هنا؟ تطبيق أمان. لا تحتار، تطبيق أمان سيساعدك في ضبط وتوجيه وحماية أطفالك من استخدامهم المفرط للأجهزة الذكية. هنا ذكرت بالمكسب اللي إيش المرجو من هذا التطبيق ومن هذه المنتج اللي أنا فعلا بدي أوصل المستمع أو بدي أوصل القارئ حتى يتخذ القرار في استخدام التطبيق. وهنا بسكر معاه بقول له حمل التطبيق أو استخدم التطبيق كـcall to action حتى توجه إيش التوجيه. طيب هنا لسه لازلنا لدينا بعض الإرشادات، وهذه الإرشادات مهمة جدا. هنا في نقطة مهمة يا إخوان، موضوع العامل النفسي للقارئ بمر بمجموعة من الانتقادات السلبية. أي قارئ لما بيجي بيقرأ محتوى ترويجي بصير يحط في ذهنه مجموعة من الاستفسارات. إذا المحتوى كان بيجيب عن هذه الاستفسارات الناقدة والسلبية، إذا كان المحتوى بيجيب عن هذه الانتقادات السلبية فسيكون هناك إزالة للغموض، أو سيكون هناك إيش تحفيز للقارئ ليتخذ القرار المطلوب منه. هذه واحدة. الأمر الآخر، يجب أن يتم إخبار المتصفح بالهدف المرجو. أنا تو تكلمت قلت لا يجب أن يغلق المحتوى التسويقي إما بطلب شراء أو بطلب تنزيل تطبيق أو بطلب انضمام للحملة أو أي طلب. هذا الطلب يجب أن يكون مرفوق أو مرفق في مين؟ مرفق في المضمون تاع المحتوى التسويقي. طيب نأخذ مجموعة من الانتقادات السلبية وكيفية لها. إن في عندنا منطق معين لما أنا بطرح تطبيق معين أو خدمة معينة أو برنامج معين بقول والله مبلغ هذا البرنامج $5 أو $10. أول شيء بيجي بيراود المستهلك أو القارئ إنه هذا المبلغ كبير على هذا التطبيق. لذلك الإجابة عن هذا النقد السلبي ممكن يكون بالمحتوى التالي: استخدامك للتطبيق سيوفر عليك العديد من النفقات والأوقات التي ستخسرها من خلال متابعتك التقليدية لطفلك، فلا مجال لترك عملك لأنك ستتابع طفلك عن بعد، وبذلك ستوفر الجهد والعناء والنفقات المطلوبة في المتابعة التقليدية. هذه إجابة، أنا أجبت على استفهام ناقد لدى الأب أو المستمع أو المشاهد أو القارئ على أن المبلغ المطلوب دفعه مبلغ كبير. هل هذا المحتوى أقنعه؟ يجب أن يقنعه. طيب النقد الآخر: التطبيق عقيم وسيعقد حياتي وحياة طفلي وسأضطر لبذل الكثير من الأوقات في استخدامه. هذا برضو إيش؟ أسلوب ناقد أو ممكن تولد نقد سلبي عند الأب لما بيسمع عن التطبيق. مش شرط أنه يحب التطبيق 100%، لا، هيجي السؤال عنده. يجب أن نجيب عن هذا النقد بالمحتوى والمضمون. إيش كيف بنجيب؟ بنقول له كل ميزة من مزايا التطبيق طورت لتسهل عليك العناء ولتوفر عليك ضياع الأوقات، وستكون أمور المتابعة في متناول يديك على مدار الساعة، يمكنك استخدام وقتها أو استخدامها وقتما أردت وكيفما شئت. طيب هناك نقد آخر، هناك نقد آخر أنه يمكن استخدام التطبيق أو عفوا هذا التطبيق باهظ الثمن أو كلفته عالية، أو يمكن أن أستخدمه بطريقة مجانية. سأقول له يمكنك استخدام التطبيق فترة تجريبية مدة أسبوع قبل إتمام عملية الشراء. هذا لأطمئنه على أنه التطبيق يجرب أو مجرب أو يمكن استرداد مالك في حال أنت أوصلت الموضوع. طيب من الأمثلة التي يمكن أن
تشكل نقد سلبي لدى القارئ، هل تم اعتماد التطبيق من جهات تربوية ومن علماء نفس؟ هنا بتراود للأب انه هل التطبيق هذا انا هستخدمه ممكن يكون اثره سلبي على طفلي، هل فعلا هذا التطبيق مقر من قبل جمهور من العلماء او من التربويين؟ ايش بتكون الاجابة؟ نعم، تم اعتماد التطبيق في كل مراحله من قبل لجان تربوية ونفسية، وتم حصوله على اعتماد من قبل خبراء تربويون، وحاز على جائزة أفضل مشاركة في مؤتمر دولي، كما وحصل على شهادات وجوائز عديدة نظرا لأثره الإيجابي على تربية الطفل. شوف، هي أصبحت كانت هنا الإجابة، يجب أن نقتنع بما نشاهد، هذا الكتابة تمت حتى نجيب على النقد. طب في سؤال آخر، يمكنني أن أحصل على تطبيق شبيه بالتطبيق ولكن بدون أن أدفع فلوس أو بدون ما أدفع مال، يمكن أن أحصل عليه بالمجان. ستكون الإجابة على هذا السؤال، ما لن تجده مجانا هو قدرة التطبيق على مشاركة ولي الأمر في تعريف سلوك طفله سواء إيجابي أم سلبي، وهذا لا يمكن الاعتماد عليه في حلول أخرى لا تتماشى مع الثقافة العربية والمنهج الإسلامي في المتابعة الأبوية. وبذلك مجموعة الانتقادات هذه، أنا قدمت مثال، كل منتج هناك لديه مجموعة من الانتقادات السلبية، يجب أن نجلس جلسة عصف ذهني لنعرف ما هي الانتقادات التي يمكن أن تولد أو تولد من قبل القارئ لهذا المنتج، من السعر، من الجودة، من التجربة، من الاعتمادات، من يعني كل هذه عبارة عن استفسارات تأتي في ذهن القارئ، يجب أن نضعها ونعرفها ونجيب عنها ضمن محاور المحتوى أو ضمن فقرات المحتوى التسويق الذي يجب أن يكتب بطرق تسويق أو بطرق محتوى مختلفة. يكتب هذا، يمكن أن يعبر عنه بفيديو، يمكن أن يعبر عليه بمقال، يمكن أن يعبر عليه في دوكيومنتري، يمكن أن يعبر عليه بإنفوغرافيك، ما فيش مشكلة في نوع التعبير عنه، هذا يترك في, 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 في إطار آخر مختلف. ولكن الآن أنا بتكلم في دور الكتابة، ما هي الكتابة التي يجب أن تكتب؟ هنا أنا بكون وصلت لهذا المفهوم، وهذا هو بيكون آخر إرشاد وآخر توجيه. بعد ذلك ممكن يكون في عندنا بعض الواجبات، هذه الواجبات يجب أن تعمل حتى نتأكد أنه إحنا فعلا شغالين شغل صح وبنكتب كتابة تسويقية سليمة. الآن نبني هذا الواجب على واجب سابق، في الفصل السابق تكلمنا عن الخطة أو خطة المحتوى التسويقي، مبني على خطة المحتوى التسويقي الخروج بمجموعة من المحتويات التسويقية. الآن ما هو المضمون لهذه المحتويات التسويقية؟ يجب أن يكتب بناء على ما تكلمنا في هذا الدرس. أولا يجب أن نكتب كتابة محتوى لفئة مستهدفة معينة. 2، عناوين للأعمال الفنية وأعمال المحتوى الترويجي، يجب أن نكتب العناوين المؤثرة حسب ما تكلمنا. 3، يجب أن نكتب مضامين لمشاركات السوشيال ميديا النصية، يجب أن نكتب مضمون نصي. هنا بنتكلم في المضمون النصي، يجب أن يكون فيه تحفيز، يجب أن يكون مركز، يجب أن يكون في معلومة، يجب أن يكون في call to action، يجب أن يكون واضح، يجب أن يكون جمله صريحة وواضحة ومعلوماته نقية، يجب أن يكون مركز. كل اللي إحنا تكلمنا فيه يجب أن يكون ضمن مشاركاتنا أو ضمن مضمون المشاركات السوشيال ميديا. أيضا 4، يجب أن نكتب محتويات تصاميم السوشيال ميديا، بنتكلم تصاميم إنفوغرافيك، تصاميم مثلا فيديو، أو تصاميم بنحكي عن تصاميم مثلا القوالب الفنية أو المشاركات الفنية، ما هو المحتوى والمضمون الذي يجب أن يكتب وما هو النص المرفق لهذا الموضوع. أيضا يجب أن نكتب إعلان تسويقي على محركات البحث حتى نتعرف على الكيفية كتابة المحتوى التسويقي. آخر شيء يجب أن نكتب محتوى ترويجي مقنع خاص بحملتنا لا يزيد عن 100 كلمة، يكون فيه موضوع الاستفسارات وموضوع المشاكل وموضوع المكاسب وموضوع النقد والنقد والإجابة على النقد والكول تو أكشن، هذا كله بدنا نشوفه بالإطار الواجب. ويعطيكم العافية وبارك الله فيكم وشكرا على المتابعة، وهيك بنكون خلصنا الوحدة الثالثة ألا وهي كتابة المحتوى التسويقي الرقمي المؤثر والمقنع، ونشوفكم إن شاء الله في أعمال أخرى وفي مدروس أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.